ازيك؟ ان شاء الله يكون الفيديو بتاع الكاظمين الغيظ والنفس اللوامة عجبكم. والنهاردة برضو من خلال شغلي فكرت ان احنا نتكلم في حاجة بسمعها كتير قوي في الشغل. نيفين، ازاي الاقي رسالتي؟ نيفين، ما عنديش وضوح لرؤيتي. نيفين، حاسس ان انا ستك، واقف مطرحي مش بتحرك. ومن اكتر الحاجات اللي بسمعها زي ما بنقول الـ overthinking، عايش بقى في دماغي وفي افكار كلام 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 كلام، مش عارف اتحرك. بالنسبه لموضوع ان احنا نلاقي الميشن بتاعتنا او الرساله بتاعتنا اللي ربنا جابنا علشانها، بنقول ان هي محتاجه soul searching، بحث عن الذات وعن الروح، ادور جوايا شويه. وده محتاج برضو شوية كلاريتي، وضوح. طيب ازاي؟ وفرضنا ان انا عرفته، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده بعد ما عرفت ايه الميشن بتاعتي، هحتاج بقى اركز وابتدي اخد خطوات، لان الرحلة لسه طويلة، علشان اوصل للفول بوتنشل او الشكل اللي ربنا خلقني علشان رسالتي في الدنيا. كلام جميل قوي. هوصل لكل ده ازاي بقى؟ انا عندي يعني كده حب شديد، ومش عارفه الكلمه بالعربي ايه، فاسينيشن، بستمتع قوي بالاقي كونكشنز ما بين الشغل بتاعي. وابتديت افهم ديننا اكتر بكتير من خلال الشغل ده. لما قعدت تأملت شوية الموضوع دوت، لقيت ان المشوار ده كله بيحققه لنا حاجة بنعملها كتير وجزء ما بيعملهاش، بس ما بنعملها من غير ما نفهم السبب الحقيقي وراها. الصلاة هي المشوار اللي انا حكيته ده كله، من اول ما الاقي رسالتي لأعرف ابطل التفكير الكتير، لا ابتدي يبقى عندي كلاريتي، لا ابتدي ان انا اعمل تركيز واخد خطوات. بس ازاي بقى؟ احنا اتفقنا ان احنا عبارة عن ثلاث حاجات: mind, body and soul، الجسم والروح والعقل. عارفين كويس قوي الصلاة بتلم الثلاثة دول بوان اكت. ازاي؟ كلنا عارفين الحركات is very good، الحركات اللي بنعملها في الصلاة is very important عشان جسمنا. بس هي بتحرك جسمنا من بره، بس بتعمل حاجة تانية لطيفة جدا، بتعمل سكون للجوارح. بس ده بشرط ان احنا نصلي الصلاة اللي الرسول قال عليها ارحنا بها يا بلال، مش يلا نسقط الفرد يا رشا. ازاي؟ لما ببتدي اخد نية ان انا هركز في الموضوع دوت، وانا داخلة عشان دماغي تهدى، اللي بيحصل ان انا التلات اجزاء دول، الجسم بيتحرك فبياخد حاجة مهمة جدا لي، الجوارح من جوه بتسكن، لان اول ما حركة العقل بتقل الجسم كله بيركز وبيهدى، وده احنا محتاجين. تاني حاجة الروح، ايه اللي بيحصل لها؟ احنا جزء من نفس من ربنا، فاحنا جزء والكل هناك. الجزء دوت ساعة ما احنا بنبتدي نعمل الصلاة والدماغ تهدى، الجزء بيتحرك ويبتدي يعني يبقى مع الكل، ياخد بقى الريتشارج بتاعه، بنشحن بطارية الروح بتاعتنا. تالت بقى حاجة، وهي دي بالنسبة لي من الحاجات المهمة جدا اللي فهمتها في شغلنا، ان لما انا ببتدي اخد نية ان انا دماغ مش هفكر، ان انا خشوع شرط اساسي، مش هنهزر يعني. ايه اللي بيحصل وليه محتاجة الخشوع؟ لان مفيش حاجة بنعملها، مش حاجة في الدين عندنا عشان ربنا عاوز كده. ربنا مش عايز منك حاجة ولا مني حاجة ولا مش عايز اي حد. ربنا خلق الكون وخلقنا وحط مواصفات لتشغيلنا على احسن وقت واداها لنا. في سمع الكلام وفي ما سمعش، وفي سمع بنسبة 10 و20 و50، كل واحد على حسب ما قرر يعني. بس ايه اللي بيحصل في دماغنا لما بنبتدي فعلا نصلي بالمعنى
المفهوم اللي ربنا حطه لنا علشان يساعدنا، مش عشانه يعني. انا اول ما دماغي ببتدي عملية الخشوع، اولا ارجع ورا سنة كده واقول ان كل اعضاء جسمنا ربنا مسير، ما بنتدخلش لا في الهضم ولا في النفس، مفيش حاجة خالص، هو بمشيها وبنظام دقيق. الحاجة الوحيدة اللي ملوش دعوة بيها الدماغ، لان هيحاسبنا على اللي بيحصل فيها وعلى تشغيلها وعلى القرارات وعلى الافعال وعلى النتائج، فهو سايب لنا الحكاية دي من اولها لاخرها. بس قال لنا واحنا عارفين ان اي جهاز علشان نشغله بكفاءة لازم اول حاجة اعرف on off، فلو ما عرفتش اوقف الدماغ دوت مش بعد شوية هتضل، ودي اللي بتخلينا بندخل بقى في الشكوى اللي بسمعها من الناس overthinking، دماغي شغال على طول على طول على طول. لو انا متعود او عارف ان انا هدخل وعندي تمرين كده بيحصل 5 مرات في اليوم اني اعرف اسكن الدماغ دي، overthinking دي اول حاجة مش هتبقى موجودة. طيب ندخل شوية اكتر في ايه القصة اللي بتحصل دي. بحب قوي ان انا اسمع كلمة نتأمل وادور كده في حاجات بتحصل حواليا وافهم منها. ففي مرة قعدت اقول طيب ايه اكتر حاجة بتتكرر، علشان دي اكيد فيها درس مهم ليا يعني. فحركة بقى النجوم والصبح والليل والزراعة والصبر بنتعلم منها حاجات كتير قوي، بس لقيت اكتر حاجة متكررة النفس، على طول بنتنفس انهيل اند اكسل. فقلت طب هو ايه اللي بيحصل في النفس ده بالظبط؟ لقيت ان احنا انهيل وبيجي لك هوا كده يدخل في صدرنا، وبعدين الوزدم والحكمه بتاعت الجسم اللي ربنا مدورها بتاخد الاكسجين وتقوم سايبه الكربون دايكسيد اكسهيل نطلع. فقلت طب دوت اتعلم منه ايه، او بيحصل فين، او اخده واطبقه فين؟ لقيت ان دي اكتر حاجه قريبة لعملية التفكير كل يوم. ازاي؟ احنا في اليوم الواحد ساينتيفيكلي يعني علميا بيعدي في دماغنا 55,000 فكرة او صوت. طبعا لو انا قعدت انجيج معهم كلهم مش هيبقى ده الاوفر ثينكينج وهي اند اول اوفر ذا بليس. فانا المفروض ان انا ابتدي ابقى اوعى للتفكير دوت، واعرف ان مش كل حاجة هتيجي في دماغي مفيدة ليا، فهبتدي انا اعمل الفلتريشن دوت زي بالظبط عملية التنفس، بس ده اللي انا بقى هعمله بالوعي وبالارادة بتاعتي. فهتيجي الافكار دي، هبتدي عايز اشوف ايه الافكار دي وابتدي انقي النافع اخده واللي مش نافع اسيبه، اللي هو زي التنفس كده الاكسجين اخده والتاني ده اريليس. طب هعرف اعمل كده ازاي وهم ورا بعض بسرعه 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 بسرعه؟ هو ده بقى لما هنبتدي نصلي الصلاه المظبوطه، هبتدي اهدي دماغي فهعرف ايه اللي جواها، هبتدي اخد الافكار اللي تنفعني اختارها على اساس ايه؟ على اساس النيه. انا عايزه اروح فين مثلا، عايزه شغلي عندي مشاكل فيه وعايزه ابقى شغلي احسن، بس طول ما انا بفكر نيتي ان انا اطور نفسي في شغلي، طول ما انا بقى في فكره تجيلي اصل الباص بتاعي مؤذي وما بيقدرنيش ومش عارفه مين، هي دي فكره من ضمن مليون الف فكره، بس لو انا خدت الفكره دي واي اكتد اون ات، اكيد دي مش هتوديني لنيتي لاصلاح علاقتي بماي باص وان انا اغير واطور من نفسي في شغلي. فالافكار هتيجي لازم اهدي دماغي عشان اقدر اشوفها، ولما اشوفها اقدر اختار منها الافكار اللي تنفعني، ولما اخد الافكار دي هبتدي اعمل افعال مختلفه ومن هنا تطلع نتائج مختلفه. اللي هي ايه بقى؟ هي الفلاح. احنا بنلاقي في القران مثلا سوره الجمعه بعد الصلاه الفلاح، الاذان بعد كل مره ذكرت الصلاه يحصل لما اعرف اشغل دماغي واعرف اهديها واعرف اختار منها الافكار واعرف اخد قرارات بناء على الافكار اللي تنفعني على حسب نيتي، ثم اعمل افعال والافعال دي تؤدي الى الفلاح. 3 حاجات الصلاة بتعملهم لنا: it connects، تخليك تعرف تشغل عقلك فتوصلك للفلاح، تاخد الروح الجزء اللي هي اللي جوانا توصلها للكل ربنا سبحانه وتعالى، 3 حاجة the body، تحرك the body. زي ما قلنا في الاول
ان بعد ما عرفت لما هبتدي بقى العمليه اللي احنا قلناها دي، اعرف اشغل راسي واعرف اوقفها امتى وكلها عمليه الصيانه ونقي الافكار واعمل الافعال والكلام ده كله، عرفت نفسي وعرفت حاجات كتير عن نفسي ما كنتش عارفها. ابتديت اعرف ايه اللي انا يعني ربنا خلقني علشان. جت بقى الخطوه الثانيه، احنا قلنا الاول الاقي الميشن، ودي محتاجه سول سيرشنج، ده اللي احنا هنعمله بالتمرين في الصلاه. وبعد كده هيخديني عقلي، هيديني كلاريتي، ده خلاص وصلنا له. الخطوه اللي بعد كده بقى بنسميها فوكس، وتبتدي تاخد خطوات. دي معناها ايه؟ معناها ان انا لازم ابتدي اعمل هابتس جديده، يعني كونسيستنسي، بقى عندي التزام وانتظام في الافعال اللي هتوصلني لها. ودي حاجه تانية الصلاه بتعودها اي حد. كل الكتب اللي بنقراها على الناس اللي نجحت في حياتها كان عندها حاجه اسمها سكسس هابتس، عادات النجاح، ودي لازم يبقى فيها انتظام. الصلاه بتحقق ده، انها بتعلمك تعمل نفس الاكل 5 مرات في اليوم، فبتساعدك انك تعرف تبني وتربي عادات. تمام؟ فاتفقنا انها بتساعد مايند بودي اند سول، جمع الحكايه ببعضها، بتساعدك في الكلاريتي عشان تعرف رسالتك، وبتساعدك انها بتعلمك ازاي تربي عادات. فالصلاه مش عشان فرض واسطتها، الصلاه هي دي اللي هتعرف توصلك لدورك في الدنيا وازاي تحققه وتوصله. بس بشرط زي ما قلنا نصلي الصلاه اللي الرسول قال عليها ارحنا بها يا بلال، مش لازم اصلي عشان ادخل الجنه. الجنه هتدخلها دلوقتي، النار هتدخلها دلوقتي لو ما عرفتش تشغل دماغك. الصلاة هتساعدك انك تعرف دماغك وتشغل دماغك. اتفقنا؟ عايزين ناخد كده نية مع بعض ان المرة الجاية واحنا رايحين نصلي ابقى حاطط نية ان انا فعلا اصلي، فعلا اكونكت. بس لازم نعرف حاجة مهمة قوي، هتبقى صعبة وهتلاقي نفسك سرحتي وفكرتي في مليون الف حاجة، وعادي لان اي حاجة بنعملها جديد بتبقى يعني بنتعب فيها شويه. بس مش هتقولي بقى لنفسك اوف بقى مش نافع ومفيش فايده فيا ودماغي وقاعده افكر في الفطار وفي الطبيخ وتحت السرير وفوق السرير والكلام فارغ. لا بالظبط، ده لو 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 كل واحد فينا فكر بالتفكير ده واحنا زمان بنتعلم المشي والكلام، ما كانش فينا حد مشي، لان احنا اول مره مشينا والثانيه والثالثه وقعنا واتخشمنا واتكلمنا غلط وقلنا كلام عبيط والكلام ده كله. بس ما قلناش لا انا مش هعرف اتكلم، ما قلتش لا انا مش هعرف امشي، كملت كده. فنبتدي ناخد نية ان احنا هنصلي الصلاة اللي ربنا عاوز يساعدنا بيها، مش عاوز حاجة من النبي، عاوز يساعدنا بيها ويدينا منهج نعرف نمشي عليه في حياتنا، ونعرف ان الموضوع الاول هيبقى مش سهل، وان انا هبتدي اتوه واسرح اقوم راجعة تاني واكمل المشوار. يعني اتمنى ان دوت يقدر يساعدنا.